بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب النهي عن البكاء على الميت. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري المدني الثقة. قال بعض من ترجم له: هو عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، لا كما قال مالك جابر بن عتيك، لكن قال البخاري رحمه الله: جبر لا يصح، وإنما هو جابر بن عتيك، كما روى الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يجعلهما رجلين، والله أعلم. نعم. عن عتيك بن الحارث بن عتيك. عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري المدني التابعي الثقة، لا أدري سنة وفاته. نعم. وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمي. نعم، هذا المتقدم. أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت. أنت قبل ذلك لم تقف عند رجل. أخبره زين؟ أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول جابر بن عتيك، هذا ما عرفناه، جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري الصحابي البدري، على قول اختلف في شهوده بدرا، ومات رضي الله عنه سنة 61، وهو قد اختلفوا في نسبه اختلافا كبيرا، فبعضهم يقول هو جابر بن عتيك بن قيس بن أسود، وبعضهم يقول هو جابر بن عتيك بن حارث بن قيس، وبعضهم يقول هو جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو، وبعضهم يقول هو جابر بن عتيك، وبعضهم يقول هو جبير بن عتيك، والله أعلم. نعم. أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت. هو عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري الأوسي أبو الربيع، اختلف في شهد أحدا هو وأبوه، ولكن أي من أبوه؟ لأن أنتم ترون في هذا السند هو عبد الله بن ثابت بن قيس، وبعضهم يقول هو عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس، فثابت على هذا جده لا أبوه، وطبعا غير منكر أن ينسب الرجل إلى جده، هذا معروف. نعم.
يقال إنه ومات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنه في ثوبه بعد موته، والله أعلم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن ثابت بن قيس، وهذا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواصلة أصحابه وتفقد أحوالهم والرعاية بضعفائهم وعيادة مرضاهم، وهذا غير مستغرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه ربه بأنه عزيز عليه ما عنتنا، حريص علينا بالمؤمنين، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأفته ورحمته بأصحابه. وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيادة المريض وأرشد إلى ذلك بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وهذا الشهيد، وإذا مات فاتبعه. وروى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني، العاني هو الأسير، فكوا العاني وأطعموا الجائع وعودوا المريض. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله سبحانه: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وهذا من أعظم التحريض والتحضير على عيادة المريض. وروى مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. فقالوا: يا رسول الله ما خرفة الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جناها ما يجتنى منها، ما يقتطف منها. كأن هذا الذي يعود المريض لأجل ما يناله من ثواب ربه سبحانه ومن الأجر على تلك العيادة، عيادة المريض، كأنه قد دخل الجنة بالفعل، لأن هذا الثواب يوصله إلى الجنة، فكأنه دخل الجنة بالفعل، فهو يجتني من ثمارها. وروى ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس غمر فيها. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلا. وينبغي للذي يعود المريض أن لا يكثر عليه من الهذر من الكلام الذي لا جدوى فيه ولا معنى له، ثرثرة هذه، بل ينبغي أن يدعو له، لأن ما الذي يحملك على عيادته هو الرحمة التي جعلها الله في قلبك له، هذه الرحمة ينبغي أن تنبعث دعاء له. وهذا فيه أيضا تأسٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد في مكة وكان مريض، فبكى سعد لما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه، قال: ما يبكيك؟ قال سعد: إني خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد بن خولة: لكن البائس سعد بن خولة، أنه مات بمكة بعد أن هاجر، فخشي سعد أن يصيبه ما أصاب سعد بن خولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ثلاث مرار.
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أوتي به إليه يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فاحفظوا هذه الأدعية بارك الله فيكم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. فلهذه الأحاديث وما في معناها مما فيه الثواب العظيم على عيادة المريض، كان الصالحون وأهل الخير والحريصون على ما ينفعهم لا تفوتهم عيادة المريض، ولا يحبون أن يفقدوا في هذه المواضع التي يرضى ربهم عنهم إذا رآهم فيها، فكانوا يعودون المرضى، حتى كان الرؤساء يعودون من دونهم، لا يمنعهم من ذلك شرف نسبة ولا شرف نسب ولا غير ذلك. كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في الحديث ذكرت لكم، كما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ لما كان جرح في غزوة الأحزاب، وقد شرحنا لكم أمره، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بخيمة فنصبت في المسجد ليكون فيها سعد ليعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب. كما عاد عمر رضي الله عنه وخليفة الناس يومئذ ابن عباس الفتى، روى ابن سعد في طبقاته أن عمر رضي الله عنه عاد ابن عباس عبد الله بن عباس وهو يحم محموم فيه الحمى، فقال له: أخل بنا مرضك والله المستعان. كما عاد الإمام أحمد وهو إمام المسلمين في زمانه، بقي ابن مخلد الفتى الآفاقي الغريب الأندلسي في قصة طويلة قد جرحناها في بعض المجالس. كما عاد هارون الرشيد الخليفة العظيم الشان الذي ظلمه المسلمون في تواريخهم التي أخذوها عن غيرهم ممن لا يحب لا يسره أن يكون فيهم من يذكر. هارون الرشيد الخليفة العظيم الشان كان يعود الكسائي الإمام، إمام القراءات وإمام النحو، وكان جليسه وكان نديمه وكان صاحبه الذي لا يفارقه، كانوا في الري، واعتل الكسائي رحمه الله، فكان يعوده هارون الرشيد فاشتدت به العلة، فكان يعوده كل يوم، فدخل عليه يوما فسمعه ينشد يتمثل بقول شاعر يقول: قدر أحلك ذا النخيل وقد أرى وأبيك ما لك ذو النخيل بداري. قدر أحلك بها، يعني طبعا هما في الري، هم ليسوا الجيش ليس بذي النخيل، لكن ويتمثلوا ببيت، يقول صاحبه: قدر أحلك ذا النخيل وقد أرى وأبيك ما لك ذو النخيل بداري، إلا كداركم بذي بقر الحما هيهات ذو بقر من المزدار. فلما خرج هارون الرشيد عند الكسائي قال لبعض من لقيه: مات الكسائي والله. فقالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال هارون: إنه كان يحدثني عن أعرابي كان ينزل عنده، فاعتل ذلك الأعرابي مرة عند الكسائي، وأن ذاك الأعرابي تمثل بهذين البيتين ومات الأعرابي، فظن هارون أن الكسائي لما أنشد هذين البيتين فإنه يتمثل ذلك الشعر الذي تمثل به الأعرابي لما مات، وكذلك كان، صدق ظن هارون ومات الكسائي من يومه، وكان يموت يعود وهو خليفة المسلمين. كما عاد المعتصم خليفة العباسي أيضا مشهور، وهو أحد كبار خلفاء ابن عباس، على ما يعني على ما أقحم فيه نفسه من تلك البلية العظمى التي ابتلى بها خيار عباد الله من العلماء وغيرهم، يعني فتنة الخلق القول بخلق القرآن، لكن هذا لا يمنع أنه كان من أكابر الخلفاء في زمنه. هذا كان
عاد عبد الله بن طاهر. عبد الله بن طاهر هذا أحد كبار قواد العباسيين، مرض فدخل عليه المعتصم. وهذا من عجيب ما تسمعون من زيارة الرئيس للمرؤوس من عيادته في مرضه. لما عاده قال له: أعزز علي بأن أراك عليلا، يعز علي، شديد علي أن أراك يا عبد الله بن طاهر أن أراك عليلا، أعزز علي بأن أراك عليلا أو أن يكون بك السقام نزيلا، فوددت أني مالك لسلامتي فأعيرها لك بكرة وأصيلا، فتكون تبقى سالما بسلامتي وأكون مما قد عراك بديلا. هذا أخ لك يشتكي ما تشتكي، وكذا الخليل إذا أحب خليلا. وهذا من أعجب ما يسمع، أن الخليفة نفسه يتمنى نزول المرض به ليقوم صاحبه، ليقوم قائده، أحد قادته. لكن ينبغي للذي يعود المريض أن يكون لبيبا، أن يكون عاقلا، ليذكر هذا المريض برحمة الله، وأن ربه الذي ابتلاه رب الرحيم، وأنه لم يبتله بهذا المرض إلا ليرفع درجته وليكفر خطيئته ويذكره ويرجيه. كما يذكر أن رجلا عاد آخر فقال له: كيف حالك؟ فقال له: إني أفرق من الموت، أخاف من الموت. فقال له هذاك العائد، قال له: هذا الخير الذي أنت فيه، هذه النعم التي تخوض فيها خوضا، ممن أصبتها؟ قال: من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: ممن أصبت؟ قال: من الله. قال: فما لك تفرق ممن لم تصب الخير كله إلا منه؟ هذه الكلمة شحال زينة، تخاف الموت، طيب الموت هذا سيذهب بك إلى الله، طيب أنت هذا الخير كله في عمرك كله، الخير الذي، النعم التي شملتك، ممن جاءتك؟ من الله. طيب فأنت تخاف أن تقدم على الذي لا يأتيك ما أتاك منه إلى الخير، هذا الخير كله إنما أتاك منه، وتخاف القدوم عليه. وهذا في ترجية عظيمة لهذا المريض. مثل ذلك يذكر عن عبد الوارث بن سعيد البصري، هذا أحد أئمة المحدثين، عاد مريضا فسأل ذلك المريض، قال له: كيف تجدك؟ قال له ذلك المريض: أنا ما نمت مذ 40 ليلة، يعني الحريق والآلام وكذا تنعش. فقال له عبد الوارث، قال له: يا هذا، أراك تعد أيام البلاء ولا تعد أيام الرخاء. فيذكره بأن عافية الله أوسع من هذا الابتلاء. أما إذا كان هذا العائد أحمق أبله، هذا الأفضل أن لا يعود المريض، هذا الأحسن أن يلزم بيته، لأن عيادته للمريض هذا مصيبة فوق مصيبة المرض التي نزلت بالمريض. كما يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه مريض، فدخل عليه رجل يعوده. أنتم تعلمون أن عمر بن عبد العزيز كان يعني لين الحجاب مفتوح الباب، فدخل عليه رجل يعوده فسأله عن علته، يعني ما المرض الذي فيك؟ فأخبره عمر بن عبد العزيز: علتي كذا. فقال ذاك الرجل: بهذه العلة مات فلان ومات فلان. فجعل يعد له الموتى بهذه العلة. فقال له عمر بن عبد العزيز: إذا عدت المرضى فلا تنعى إليهم الموتى، وإذا خرجت عنا فلا تعود إلينا. وكما يذكر أن عروة بن الزبير، تعلمون القصة التي ذكرنا لما قطعت رجله وأصابته الآكلة وقطعت رجله، قصة معروفة، فلما رجع إلى المدينة جاءته الناس يعودونه، طبعا أكثر من عاده قوم من العقلاء من يرجي
فتلجأ واحد من حمص أحمق قبله فقاله قطعت رجلك ويراها مقطوعة. قال قطعت رجلك؟ قال نعم. قال جيد. قال وألمك شديد؟ قال نعم. قال جيد. وقاله قال ذاك العائل لعروة قاله لو علمت ما في ذلك من الثواب لتمنيت أن الله قطع رجليك ويديك وأعمى بصرك. كيتفيل عليه يعني طبعا. والثواب إذا أصيبت بالمصيبة ونزل بك الابتلاء وصبرت عليه فهذا فيه ثواب. لكن أنت لا تتمنى المصائب. يقول لا تمنيت أن يقطع الله رجليك ويديك. إيوه. لا لا لم يؤت إنسان شيئا خيرا من العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألوا الله العافية لا سألوا الابتلاء. وقد يكون هذا الذي يعود محبا لذلك المريض فيتألم أضعاف. يتألم للمريض ولمن هو قريب منه ولكل مريض منه بسبب. يذكرون أن مجنون بني عامر هذا قيس هذا مجنون ليلى أخبر أن ليلى مريضة وهي في العراق وبعيد فقال هو يقولون ليلى بالعراق مريضة فما لك تجفوها وأنت صديق شفى الله مرضى بالعراق ماشي غير هي يقول شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق. وقد يكون العائد متملقا لا يعتقد شيئا مما يقول. التملق يقول إن معلى الطائي هذا شاعر مشهور دخل على ابن السري وابن السري هذا كان أحد الأمراء المعروفين أيضا وابن السري مريض الأمير مريض وهذا الشاعر دخل يعوده فقال له فأقسم لو من الإله بصحة عليه زعما فأقسم لو من الإله بصحة ونال السري ابن السري شفاء لأرتحلن العيسى شهرا لحجة. اركب فوق اركب الإبل ارتحلها مسافة بسيرة شهر لأحج لأرتحلن العيسى شهرا لحجة وأعتق شكرا سالما وصفاء. أعتقهما شكرا لله على شفاء هذا الأمير. فلما خرج من عند الأمير جاءه أصحابه فقالوا له والله لا نعلم أن لك عبدا اسمه سالم ولا أمة اسمها صفاء من تعتق؟ فقال لهما قال لأصحابه هما هرتان عندي الحج فريضة واجبة. ويتملق ليقول له الأمير طيب هكذا ذهب إلى الحج. يقول له الحج فريضة واجبة وليس علي بأس إن شاء الله فيما أقول. ومن أجمل ما قيل من أجمل ما قاله الشعراء في قضية عيادة المرضى هذه ما قاله المتنبي في سيف الدولة. سيف الدولة فارس بني حمدان أحد أسيادهم وأحد كبار الأمراء في ذلك الزمن والمتنبي هو المتنبي. لا تحتاج أن تصف المتنبي بأكثر من أن تقول المتنبي وقد قلت كل شيء. المتنبي أبطأ على سيف الدولة في مدحه وسيف الدولة كان يحب المتنبي حبا عظيما ولحبه له ولإكباره له تعظيمه له كان يأذن له أن ينشده شعره جالسا ولا يأذن لشاعر غيره. كل الشعراء إذا أرادوا أن ينشدوا سيف الدولة شعرا ينشدونه إياه من قيام وهو ينشده جالسا. فأبطأ عنه فعتب عليه سيف الدولة. ولكن سبب الإبطاء أنه كان مريضا. المتنبي كان مريضا فلما بلغه سيف الدولة بلغه الخبر ذهب إليه يعوده. فلما رأى المتنبي سيف الدولة داخل عليه
كأنه ناشط من عقال، كأنه حل من عقال مرضه، خفت عليه علته. فقال: بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح، بأدنى ابتسام منك تحيا القرائح وتشفى من الجسم الضعيف الجوارح. ومن ذا الذي يقضي حقوقك كلها؟ ومن ذا الذي يرضي سوى من تسامح؟ وقد تقبل العذر الخفية كرما، فما بال عذري واقفا وهو واضح. وإن محالا إذ بك العيش أن أرى، وجسمك معتل وجسمي صالح. محال، أنت مادة عيشي، ماشي الماكلة والشراب، أنت مادة العيش بالنسبة لي. شتو تبح ليس بكدير ما تتفهموش دوم أصحاب طن جد تبح ليس يعني. ما عشان تقولوا لي تحسريف أول تقول لي: وإن محالا إذ بك العيش أن أرى، وجسمك معتل وجسمي صالح. ومرض سيف الدولة مرة، فقال المتنبي في ذلك: إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرض، ومن فوقها والبأس والكرم المحض. وكيف انتفاعي بالرقاد، وإنما بعلته يعتل في الأعين الغمض. شفاك الذي يشفي بجودك خلقه، فإنك بحر كل بحر له بعض. فشفى الله سيف الدولة. فقال المتنبي في شفائه كما قال في مرضه: الجود عوفي إذ عوفيت، والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم. صحت بصحتك الغارات، وابتهجت بها المكارم، وانهلت لها الديم. وراجع الشمس نور كان فارقها، كأنما فقده في جسمها ألم. الشمس ما بقتش تضوي، كأنها تتألب لسيف الدولة، كأن فقد نورها ألم لأجل ما أصاب سيف الدولة. إلى أن يقول له: وما أخصك في برء بتهنئة. أنت وإن برئت لست أخصك فأقول بالتهنئة من البرء، لا. وما أخصك في برء بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. يا سلام. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، فأنت تقول هذه الكلمة استرجع عوض أن تقول قال إنا لله وإنا راجعون. لا، هذه الجملة ترى فلانا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فلان أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فسألتك أنا ماذا قال فلان، أنت يمكنك أن تقول قال إنا لله وإنا إليه راجعون فتحكي هذه الجملة، ويمكنك أن تختصرها بهذه الكلمة فتقول استرجع. واضح؟ طيب، استرجع على وزن ماذا؟ استفعل. نحن عندنا الأفعال لها وزن ولا لا؟ فعل وفعل وفعل وفعلل وفعل واستفعل وافتعل وانفعل، أوزان كثيرة. ابن مالك رحمه الله عنده منظومة في الأفعال، في تصريف الأفعال، معروفة عند الطلبة، اسمها لامية الأفعال، لأن لامية لأنها على وزن على روي اللام، معروفة. هذه اللامية ذكر فيها ابن مالك رحمه الله أوزان الأفعال وتصريف الأفعال. جاء رجل من المتأخرين من أهل موريتانيا، من العلماء الفحول أهل الصرف والنحو، اسمه الحسن بن زين القناني، فخلط أبيات ابن مالك بأبيات لإنشائه هو. من جملة ما في يذكر في تلك الأبيات يذكر معاني الأوزان التي ذكرها ابن مالك. فيذكر ابن مالك مثلا فعل، فيجيء هو الشيخ هذا الحسن بن زين يذكر المعاني التي تجيء على وزن افتعل، فعل كذا كذا، يذكر فعل يقول فعل فاعل فعلل الى اخره. لما ذكر ابن مالك رحمه الله استفعل، الحسن بن زين ذكر معانيها، لم يذكر منها
اختصار الكلام. احنا الان استرجع ماذا، ما معنى استرجعها هنا؟ اختصر انا لله وانا اليه راجعون، لا جئت الى جملتي قال انا لله وانا اليه راجعون فاختصرتها، لا اختصرتها وقلت استرجع. جميل. بالحسن بن زين رحمه الله لم يذكر في المعاني التي ذكر استرجع اللي استفعل، لم يذكر اختصار الحكايه اختصار الكلام. هو قال باستفعل اطلب تحول طاوع افعل او وافق تفعل او وافق به افتعل او الثلاثيه كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتمله. هذه المعاني التي ذكر. وقال باستفعل اطلب، اطلب باستفعل جئ تاتي بمعنى الطلب، مثل استغفر الله، استغفر، استغفر به على وزني استفعل ولا لا؟ اللهم انا نستعينك ونستغفرك، كلاهما على وزن استفعل، يعني نستعينك اي نطلب عونك، نستغفرك اي نطلب غفرك. فهذا الطلب استفعل اطلب. تحول تاتي بمعنى التحول، العرب تقول استحجر الطين، كان طينا فاصابته الشمس فصار حجرا، استحجر معنى تحول، يتحول من طين الى حجاره. طيب هذا طبعا اختصر لكم والا في شرح شيء يطول، لكن اختصر. يقول استفعل اطلب تحول طاوع افعل، هذه طاوع افعل يكون فعل على وزن افعل وبعده استفعل، ارحته فاستراح، اقمته فاستقام، هذه مطاوعه فعل. طاوع بافعل باستفعل اطلب تحول طاوع افعل او وافق تفعل، يجيء في المعنى موافقا لتفعل. مثلا تقول استكبر، يعني استكبر على وزني استفعل، وتقول تكبر على وزني فاستفعل وتفعل بمعنى واحد، إذن فتجيء استفعل موافقة لتفعل. قال وافق تفعل أو وافق به افتعل، تجيء بمعنى افتعل، تقول مثلا استعصم وتقول اعتصم بمعنى مفهوم. أو الثلاثي، يعني أو تجيء موافقة للثلاثي كاستغنى، ومثلا كاستغنى تقول استغنى وغانية، غانية واستغنى بمعنى. وجاء به أي وجاء به، أي وجاء بدله، جاء استفعل بدل فعل، العرب لم تقول فعل، مثلا تقول استأثر، استأثر العرب لم تقول أثر بمعنى استبد، هذه فعل لم تذكرها وجاءت بدلها، وجاء به أي وجاء بدله. وقد يكون على الوجدان مشتملة، يجيء دالا على الوجدان، لما سمعت بك استصغرتك، فلما رأيتك استعظمتك، لما سمعت بك استصغرتك أي وجدتك صغيرا، لكن لما رأيتك استعظمتك أي وجدتك، يعني دل على الوجدان. فهذه المعاني التي ذكر الحسن رحمه الله ليس منها اختصار الحكاية، ليس منها اختصار الكلام. الحسن رحمه الله ذكر اختصار الكلام في فعلالة، فقال والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب بسميل إن وبنزل بسملا، قال بسم الله بس بسملا على وزني فعلالة بسملا، تقول هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أطلبتي فموالو لا حول ولا قوة إلا بالله، فأقول أنا ماذا يقول هذا؟ حوقل، ماذا فعل؟ حوقل أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبل أي قال حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اختصر هذه الجملة، فما حسبل أي على وزني فعل. سبحل، واش هذه سبحان الله؟ سبحان الله اعرفها، سبحان الله سبحان اي سبحان الله. فذكر ابن الحسن رحمه الله اختصار الكلام في فعلله، وذكر اختصار الكلام في فعل، قال كثير بفعل صير اختصر، اي اشياء اختصر، مثل كبر قال الله اكبر، قال الله اكبر اي كبر، سبح هلل امن. لكن خلاصة الكلام أن الحسن بن زين رحمه الله لم يذكر اختصار الكلام في استفعل، لكن ذكره
الشيخ محمد بن أبي القاسم السجلماسي الفيلالي ثم الرباطي في نظم له في الصرف طويل اسمه مبلغ الآمال، نظم في التصريف، ذكره هذا فقال: وجاء مغنيا عن المضعفي كاسترجع المصاب ذو اللطف الخفي. وجاء استفعل مغنيا عن المضعف. مغني ما هو المضعف؟ هو فعل. نحن قلنا إن فعل تجيء لاختصار الكلام مثل سباحة وكبارة وهلاليات. فقال هو رحمه الله: وجاء استفعل مغنيا عن فعل، يعني جاء بدله، لم يجيء فعل في استرجع، لم يجيء فعل وجاء استفعل، مفهوم؟ فقال الشيخ رحمه الله في شرحه على نظمي قال: فجاء استفعل مغنيا عن فعل التي هي لاختصار الحكاية، اختصار الكلام، كما في استرجع. قال الشيخ: فإنهم لا يقولون رجع بمعنى إن الله وإني راجعون، لا يقول رجع، فماذا يقولون؟ استرجع، بدل رجع، استغنوا عن باسترجع عن رجع. فإذا هذا الذي لم يذكره الحسن بن زيد رحمه الله ذكره بلديون الشيخ السجلماسي هذا رحمة الله عليه. لكن المشكل في كلام الشيخ السجلماسي هو عندما يقول إن استفعلها هنا استرجع تغني عن رجع. العرب يقول الشيخ: لا تقول رجع في إنا لله راجعون، لكن يقول استرجع. هذا مشكل، لأن العرب قالت رجع بمعنى استرجع، فإنهم يقولون واسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون كرجع ترجيعا، ويستشهدون في ذلك ببيت جرير يقول: ورجعت من عرفان دار كأنها بقية وشم في متون الأشاجع. ورجعت أي قلت إنا لله راجعون، وجرير ممن يحتج بشعره. وهذا يذكره الكبار الأئمة، يذكره الجوهري في صحاحه، ويذكره الفيروزابادي في قاموسه، ويذكره ابن منظور في لسانه، ويذكره الزبيدي في تاجه، وكفى بهؤلاء. فإذا قول الشيخ وجاء مغنيا، الأولى أن يقال وجاء موافقا للمضاعف، فيكون لموافقة المعنى لا للإغناء. لكن الشيخ رحمه الله معذور، لأنه تبع ابن مالك في هذا، لأن ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل ذكر أن استرجع هذه من استفعل المغنية عن فعل، فالشيخ رحمه الله تبعه، ونحن نبنى على هذا والله أعلم. زيد سيدي. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن استرجع معناها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا القول أرشدنا إليه ربنا سبحانه. هذا القول فيه تسلية للمصابين، فيه عصمة للممتحنين. ربنا سبحانه يقول: وبشر الصابرين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الكلام الذي أدبنا به ربنا وأرشدنا إليه ليبرد حرارة المصيبة في جوف المصاب، لما فيه من الكلمات المباركة العظيمة المعاني. إنا لله، إنا لله، هذا توحيد. إنا لله لا لغيره، توحيد وإقرار بالعبودية وإقرار بالمملوكية. أنت عبد وأنت مملوك، ومولاك يبتليك، مالكك وربك يبتليك، كيف تكون؟ فانظر ماذا تري. وهي قراءة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا إقرار بأنك ميت، وإقرار بأنك مبعوث، وإقرار بأنك مبعوث إلى الله، وإقرار بأن الأمر كله لله.
إنا لله وإليه راجعون. ويقال إن هذه الجملة من خصائص هذه الأمة. روى البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لم يعط لأمة من الأمم الاسترجاع غير هذه الأمة. استدله على ذلك بقول ربنا سبحانه حاكيا كلام يعقوب عليه السلام لما أخبره بنوه أن ابنه الثاني أيضا أخذ وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف. قال سعيد بن جبير: لو كان أعطي هذه الكلمة لقالها، لقال إن لله وإني راجعون، ولم يقل ما ذكر ربنا سبحانه أنه قاله: يا أسف على يوسف. وهذه الكلمة شوف، يقول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين بماذا؟ لم يقل ربنا بماذا؟ وبشر الصابرين، أنا أبشر بماذا؟ لم يقل. قالوا بشيئين، والله أعلم بعد ذلك، بشيئين: إما بالخلف، وإما بالأجر العظيم، وإما بهما. بالخلف أن يخلف الله لك ذاك الذي أخذه منك، كما وقع لأم سلمة رضي الله عنها. روى مسلم في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد المسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. أم سلمة هي تقص الحديث، هي تروي الحديث، قالت: فلما مات أبو سلمة، هي الآن تريد أن تقول إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، تقول هي: فقلت: من خير من أبي سلمة؟ أنا أقول وأخلف لي خيرا منها، شكون؟ من خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قلتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت. قالت: قلتها. قالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أخلف لي خيرا منها، فأخلفها الله لها خيرا من تلك من مصيبتها. فهذا وبشر الصابرين بالخلف، خلف أعظم من المفقود. وبالأجر العظيم، العظيم العظيم بعظمة من يعطيه لا بعظمة من يعطاه، وقد يكون تافها هذا المعطى في أنظر الناس، ولكنه عند الله كبير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تجدني، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع صاحب له، جاءه من خلف في السوق والنبي فاحتضنه وقال: من يشتري هذا العبد مني؟ فقال ذاك المسكين، قال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، من يطلبني أنا؟ شكون يشريني أنا؟ أنا ما قبل لي أحد، إذا تجدني كاسدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله غال. العظيم هو هذا، كما في الحديث الذي رواه أحمد الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض الله ولد العبد، ولد المسلم، قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول الرب سبحانه: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الرب سبحانه: هو أعلم. يقول الرب سبحانه: فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع، استرجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فلا ينبغي أيها الناس أن يغلبكم الشيطان على هذا عندما تصيب المصيبة. المصيبة هذه لابد، الدنيا هي هذه الموضع، الدار الخالية من المصائب هي الجنة، سأل ربنا سبحانه أن يجعلنا من أهلها. أما الدنيا إن أخطأتك اليوم أصابتك غدا، فأنت هامة اليوم أو غد.
فإن كنت تعلم لأنه لا مناص من ذلك فوطن نفسك، سل الله أن يوفقك إلى ذلك الكلام الذي فيه الخير لك. قبل قليل كانت تكلمني امرأة تخبرني ماتت جدتها التي ربتها، وبعد ذلك بسنة أو أكثر منها مات أبوها، فتقول لي لما ماتت جدتي وهي أمي قد ربتني يعني حزنت عليها حزنا شديدا. قالت لكن لما مات أبي توقدت في نفسي في جوفي لظى نار متوقدة تقول لي ما لا تنطفئ إلا بالصياح، إذا كنت أصيح واه واه لا تقول كلام لكن تصيح واه واه تريد إطفاء ذلك النار المتقدة بين ضلوعها. فقلت لها ذلك الذي تطفئه الاسترجاع، ذيك اللحظة هذاك النار المتقدة لا يطفئها الصياح، هذا إنا لله ولم تطفأ لأول مرة كرريها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي وجدها تبكي غلامها مر خلفها وهي لا تعرف أنه رسول، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فأخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تبعته قالت يا رسول الله يعرف، قال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ماشي ليس حتى تبكي وتشبع بكاء وبكاو لك الناس وصوت عييتي من البكاء بقى فيك ما بقيتيش قدرتي تبكي، راسك تيدرك وعينيك طابوا لك بكاء وحناك كاع حمرين بالدموع اللي نازلين بالبكاء، ايوا نصبر صبر وصلتي للعيون الصبر راه خليتيه في طنجة اش باقي نصبر، انما الصبر عند الصدمة الاولى حرارة. وطبعا هذا مقام عالي، وانت الان وانت خلي، ونحن نسأل الله العافية، الانسان خلي من المصيبة قد يقول في نفسه، ولكن تلك الصدمة، اسمع كلمة الصدمة تصدمه هذه المصيبة تصدمه، إن لا تقول إن لله هو أقامني في الرخاء دهرا وابتلاني الآن، فأنا عبده الذي لا يصعد إليه مني إلا ما أحب أن يرضى به عني، الشكر في السراء والصبر في الضراء. أسأل ربنا سبحانه يجعلنا من الصابرين الشاكرين، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.